بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، نحييكم مرة أخرى في هذه الانطلاقات، وهذا هو الشوط الذي أمامكم يسير في تحدي هذا المساء، هو الشوط الثاني عشر الخاص بالجعدان المهجنات الأصايل، لتنطلق هذه الدفعة من جديد على هذا الميدان تحفة ميادين السباق في مساء مميز جميل راقي، تابعنا في تحديات مثيرة ومميزة، وكذلك من خلال الأسماء المنطلقة التي شاركتنا في هذا المساء الجميل. نتابع الآن هذه اللحظات وهذه التحديات بكذلك متابعة جميلة من شاشات هذه القناة المميزة، والبداية نبدأ مع لحظات هذا الشوط والتي تسير بالاندفاع المميز والاندفاع الجميل. نسير إلى المركز الأول الآن في هذه اللحظات، مقدمة الشوط البطران لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان يحتل الصدارة الأولى، يقود في عملية التضمير أحمد بن علي بن عجب، بينما المركز الثاني يصل الآن في هذه اللحظات لملم، يصل يحتل المركز الثاني، تعود ملكيته لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم الثاني المضمر فهد بن سالم بن مسعود المري. المركز الثالث في هذه اللحظة، المركز الثالث يصل نجد والتابع لهجن العاصفة، بينما التضمير للواثق حمد بن راشد بن غدير. المركز الرابع في الظبي، الله يا الظبي، يرقص مثل الظبي، يقدم ويسرع مثل الظبي، يتقدم هنا، هذا هو الظبي اسمه الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم والمضمر عتيج بن سالم بالعرط الحميري، لكن هنا كملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الجنيبي. الان بدا الزعيم يغير، بدا الزعيم يبغي المركز الاول، الزعيم يعشق الزعامه والزعيم يعشق الزعامه، الله الله يا الزعيم العيناوي، الان وصل وخذ المركز الاول. هنا الزعيم، هنا مشاهدي الكرام هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان هو المسيطر على قمه هذا الشوط، المضمر محفوظ بن خميس الجنيبي. اذا بدا مشاهدينا الكرام، هنا ابو ناصر يقدم لنا هملول وهو يفوز بانطلاقه هذا المساء، بانطلاقه هذا الشوط، يحقق انتصار ويسجل لنفسه حضور هنا على ارضيه هذا الميدان، دليل على قوه هذا الشعار في هذا الموسم الناجح. تهانينا لاسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان. المركز الثاني الظبي لاسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث يصل مشوش لهجن العاصفه. رابع المراكز يلملم لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان الجاسم والثاني. والمركز الخامس لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم. وصل مشاهدينا الكرام مشاغب، بينما نعود مع حضراتكم للتوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء، وكانت النتيجة هنا لهملول اسمه الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الليان 9 دقائق 34 ثانية، 5 من الأجزاء من الثواني. تهانينا والناموس كذلك للمضمر محفوظ بن خميس الجنيبي على هذا الفوز، بينما صاحب المركز الثاني يصل مشاهد الكرام الظبي ب 9 دقائق 35 ثانية 4 أجزاء من الثانية. ثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم ولعتيج بن سالم بالعرطي الحميري على هذا الفوز، بينما المركز الثالث كان حاضرا مشوش لجنة العاصمة ب 9 دقائق 37 ثانية 7 أجزاء من الثانية. ثاني والناموس الى الواثق حمد بن راشد بن غدير.